إذا سألتكم إيش أول شيء يخطر على بالكم إذا قلت لكم شهرة، إيش رح تقولوا؟ على أكيد إن رح يخطر ببالكم السجادة الحمراء، الجوائز، صور المشاهير الرهيبة على المجلات، الفلوس، الحفلات الكبيرة، والجماهير اللي تحب وتدعم مشهورها المفضل. فمثلاً بارك جيمين من فرقة بانغتون اللي هي أكبر وأشهر فرقة في العالم، عنده إنجازات شخصية لا تعد ولا تحصى، من بينها إن أغنيته Like Crazy صارت أسرع أغنية لفنان كوري منفرد تحقق 200 مليون استماع على سبوتيفاي. الفنان الكوري المنفرد اللي حطم الرقم القياسي لأكبر سنة للبث الموسيقي في تاريخ سبوتيفاي. انطباعك الأول يوم تسمع كلام مثل هذا رح يكون واو، وكأن عالم رهيب مختلف تماما. وعشان كذا في ناس كثير ودها انها تنشهر وتعيش نمط الحياة هذا، لكن هذه هي الاشياء اللي تصورها الكاميرا لنا واللي حنا نشوفها، والصورة هذه تبدأ تتلاشى بمجرد ما تنطف الكاميرا وتتسكر الستاير. فيا ترى ايش ورا ستارة النجاح المبهر اللي وصل بارك جيمين؟ ايش الصعوبات اللي مر فيها وكيف قدر انه يتجاوزها؟ اذا انتم مهتمين بكذا النوع من المقاطع تابعوا المقطع لنهايته. اول حاجة خلونا نتعرف على بارك جيمين. اتولد جيمين في 13 اكتوبر عام 1993 في بوسان بكوريا وعمره 27 سنة. جيمين هو الولد الاكبر في عائلته وما عنده الا اخ واحد اصغر منه، ما عنده أخت، ما عنده أخ أكبر منه، بس أخ واحد أصغر منه. وأهله وصفوه بأنه طفل طموح عنده اهتمامات كثيرة، فمثلا مرات كان يروح عند أمه ويقول لها أنه يبي يصير محارب، مرات يجي عندها ويقول لها لا يا ماما أنا أبغى أصير شرطي. لكن اكتشف شغفه أنه يبي يكون مغني أو مؤدي في المتوسطة، خصوصا بعد ما شاف أداء تايانغ عضو فرقة بيك بانغ وانبهر بكيف ان اداءه وحضوره قوي جدا على المسرح. فهنا بدا يتعلم اكثر عن الرقص واخذ الموضوع بجديه، لدرجه انه درس بثانويه بوسان للفنون وتعلم نوع من انواع الرقص واللي هو الرقص المعاصر. وجيمين ما كان طالب عادي في المدرسه، كان طالب متميز والكل كان منبهر بموهبته الواضحة. فواحد من أساتذته شاف موهبة جيمين وقال له اسمع، ليش ما تنضم لتجارب الأداء اللي أقامتها شركة بيج هيت؟ ما فكر جيمين كثير بالموضوع وراح وشارك، وفعلا انقبل كمتدرب واضطر انه ينتقل من بوسان للعاصمة بعمر صغير جدا ويبدأ حياة جديدة هنا. مع ان فترة تدريبه كانت الأقصر بين كل الأعضاء وكان آخر عضو ينضم للفرقة، لكن فعلياً فترة التدريب بالنسبة لجيمين كانت من أسوأ الفترات، لدرجة أنه كان دايماً يفكر أنه يوقف كل شيء وخلاص يطلع من الوكالة، لأنهم كانوا حيل ضاغطينه. 여러분은 모르시겠지만 연습생 때는 정말로 데뷔를 할 수 있을지도 몰랐습니다. 비록 연습 기간은 멤버들 중에서 1년이라는 가장 짧은 시간이었지만 심심해. 어떤 날로 위로를 드려야 할까? 아, 정말로 울기도 하고 지치기도 하면서 포기하고 싶다는 생각을 많이 했었습니다. 그런데 이렇게 데뷔라는 것을 해서 아 죄송합니다. 네. 저 기다릴게요. 울지마. فتخيلوا انهم كانوا رح يطردوه من الفرقة حول 8 مرات، من بينها مرة كانوا رح يطردونه قبل الترسيم بيوم بسبب كم واحد في الوكالة عارض فكرة انضمام جيمين للفرقة لانهم شايفينه مو مناسب. لا
لكن بسنة 2013 ترسم جيمين مع فرقة بانغتون، وأغنية ترسيمهم كانت No More Dream. مع أنهم كانوا حيل موهوبين، لكنهم كانوا مضطرين أنهم يتعبوا أكثر من غيرهم بسبب أن شركتهم مو معروفة وما معاها فلوس تروج لهم أو تساعدهم ينشهروا. ومع ذلك ردة فعل الناس كانت حيل سلبية، وبانغتون ما لاقوا إلا التحطيم والتعليقات السلبية. الضغوطات اللي انحط تحتها جيمين سببت له مشاكل بالثقة بنفسه وبجسمه. فيوم كانوا بيصوروا أغنية Blood, Sweat and Tears، شاف جيمين إن مفهوم الأغنية يتطلب إنه يخسر وزن. فتخيلوا إنه سوى دايت قاسي وجوع نفسه وخسر 7 كيلو بفترة قصيرة جداً. ما كان يأكل إلا وجبة واحدة كل 10 أيام، وطول هذه الفترة يكون قاعد يتمرن على رقصة الأغنية. ومع أن يكون حيل دايخ وتعبان وما له طاقة أنه يسوي شيء، لكنه كان مصر أنه يستمر. طبعا الأعضاء منعوه، وبسنة 2016 تكلم جيمين في الكونسرت عن الأعضاء وكيف أنهم قدروا يساعدوا يغير أشياء بنفسه للأفضل. جيمين كان ولا زال للأسف بيضغط على نفسه عشان يقدم أحسن ما عنده للمعجبين. فبسنة 2015 في حفل لقاء المعجبين بأوساكا باليابان، أغمى عليه واضطروا أنهم ينقلوه لأقرب مشفى. ويوم أصدر أول أغنية منفردة له، واللي هي أغنية لاي اللي تتكلم عن تقبل الذات ومحاربة عدم الثقة بالنفس، قال إن الأغنية سببت له قلق وانضغط كثير بسببها، خصوصا يوم كان بيأديها قدام المعجبين. 저한테 노력을 하고 무대에서 더 나은 모습을 위해서 투자하는 시간이 옛날에 비해서 그렇게 엄청 많지는 않다고 생각해요. 솔직히 그거는 후회를 하고 잘못했다고 생각하지만 그 외에 뭐 쉬면서 다른 여러 가지를 하면서 얻은 게 있기 때문에 있다고 생각하기 때문에 뭐 후회해봤자 뭐 남는 거 없겠지만 제 개인곡이 생각보다 엄청 부담스러운 부분들이 많아서 걱정을 많이 하는 편인 것 같아요. 그래서 더 라이브를 할 때는 좀 더 걱정을 하는 것 같아요. 부담스러운 것들이 많아서. 아니야 망하지 않았어. 남들이 보면 음이탈 그 하나 별로 아무렇지 않게 생각할 수 있는 거지만 그거 하나가 너무 죄책감이 되고 그거 하나 때문에 너무 스트레스를 많이 받게 되는 것 같아요. 더군다나 그런데 목이 이렇게 안 좋아서 계속된 실수가 연속되면 너무나 힘든 것 같아요. 버티기가. 뭐 بس كده. حتى أن بكونسرت ماكاو ب 2017 أظن جيمين كانت عضلاته تألمة جدا، لدرجة أن منع من أن يؤدي على المسرح. فحيل تضايق وبكى في الكواليس، وبنهاية الكونسرت اعتذر للمعجبين لأنه ما قدر يؤدي مع الأعضاء. 제가 어디 막 다친 거였으면 뭐 할 말이 없는 건데 이제 그냥 진짜 심한 근육통인 거니까. 지금 해가지고 야 더 막 그런 것보다는 지금 당장 남아 있는 게 많은데 나도 뭔 기분인지 너무 잘 알아서. 이야기하는 거지만 너가 선다고 하면 현재의 그 퍼포먼스를 제대로 볼 수 있을 것 같지 않은데 아슬아슬해가지고. 근데 근육통도 쉬어야 낫는 게 맞긴 하니까. 지민이를 말리는 사람들의 입장도 너무 잘 알겠고 지민이의 입장도 너무 잘 알겠어서 정말 담은 쉬어야 낫는다는 걸 저도 한 3주 동안 고생하면서 느꼈었기 때문에 정말 20곡 이렇게 가까이 해버리면은 큰 무리가 가니까. 아무 말을 해줘도 그냥 네. 그냥 안 되기 때문에 알잖아. 그냥 알잖아. 어차피 아무튼 얘들아 오늘 힘 내서 좀 마지막이니까 유종의 미를 잘 거둡다. 저를 못 보여주는 것도 되게 싫은 건 맞지만 이제 그럼으로써 이제 전체적인 그림이 완전 무너지고 시선도 나눠지고 저 걱정하시는 분들은 더 많아지실 거고. 너무너무 미안해요.
شهرة الفرقة كانت يوم عن يوم بتزيد، فبدأت بكوريا الجنوبية وامتدت لشرق آسيا حتى وصلت للعالمية. لكن الموضوع ما كان بهذه السهولة أبداً، لأن كل ما كانت بتزيد شهرتهم التحديات والصعوبات كانت بتزيد معاها. من بين كل الأعضاء جيمين أكثر شخص بيتهدد بالفرقة وبشكل مو طبيعي أبداً، لدرجة أنه مرة من المرات جين اضطر أنه يلبس مثل جيمين بالضبط بالساوند تشيك، لأن الشخص اللي هدد جيمين كان موجود هناك بوقتها. وبسنة 2017 في حساب على التويتر طلع وهدد جيمين، والموضوع سبب بلبلة وقلق لدرجة أن قناة الكي بي اس بنفسها طلعت وتكلمت عن الموضوع. وبعدها بسنة بالضبط في أحد ثاني طلع وهدد جيمين، لكن هالمرة جيمين قرر أنه يطلع ويتكلم بنفسه عن هذا الموضوع بمؤتمر صحفي، وقال أنه مصدوم يوم سمع عن التهديد، خصوصا أن ثاني تهديد يجي من السنة الماضية، لكنه مو خايف على نفسه كثر ما هو خايف على المعجبين. الصور اللي نشرها هذه كانت بفترة التهديد، وأظن واضح قد إيش جيمين ما كان على طبيعته أبدا، ومع أنه كان يضحك ببعض الصور لكنه ما كان على طبيعته أبدا. طبعا هذا عدا عن الإشاعات والتعليقات السلبية اللي تخص شكله، جسمه، وحتى طوله. يعني حتى الأشياء اللي الإنسان ما يقدر يتحكم فيها بيقوموا بيسبوه فيها وبيشبهوه بأشياء مقرفة، وبيقولوا كلام قدر جدا عنه، يعني من قوة ما هو قدر الصراحة أنا ما أقدر أقوله أبدا. والسبب؟ ما في سبب، بس لأنهم ما يحبونه يقوموا يسبونه ويقولون عنه كلام ما هو فيه. يعني أنتم متخيلين كمية المرض اللي هم فيه يا جماعة؟ شيء ما هو طبيعي أبدا. حتى أنه في مقطع منتشر لردة فعل جيمين والأعضاء يوم قرأ تعليق سلبي. يعني الشيء اللي أنا جد ما أفهمه وما أستوعبه إن ما دامك تكره شخص معين ليش تروح وتسبه؟ ليش تروح عنده وتقله الكلام هذا؟ يعني بغض النظر إذا كان السبب اللي أنت تكرهه عشانه مقنع أو مو مقنع، ليش ما تحتفظ بهذه الكراهية بينك وبين نفسك؟ ليش مجبور إنك أنت تروح يعني وتسبه ولا إيش؟ صدق شيء ما غريب جدا. لكن إذا كنتوا تحسبوا إن هذه الأشياء كانت عائق بالنسبة لجيمين فأنتوا غلطانين. مع كل الصعوبات اللي عاشها جيمين واللي بيمر فيها، إلا أنه ما زال يحاول يقدم أفضل ما عنده للآرمي، ودايم يتكلم عن قد إيش هو يحبهم وممتن لهم. حتى أني أفتكر بفترة من الفترات جيمين لبس سلسال مكتوب عليه آرمي لفترة طويلة، ويوم ضيعه طلع ببث وتحلطم عن قد ايش هو كان مره زعلان لانه ضيع السلسال هذا. حتى ان بكل مره بانكتون يفوزوا بجائزه جيمين ما يبارك للاعضاء او ما يقول ان هم من اللي فازوا بالجائزه، لا يشكر الارمي لانه باعتقاده ان هم اللي فازوا بالجائزه او هم اللي فوزوهم بالجائزه. فين يا جماعه تقدروا تتخيل قد ايش هو كذا انسان مره كتكوت ولطيف؟ جد جد مره لطيف. حتى ان فتره المكرونه، إذا أنتوا فاهمين إيش أقصد، بانكتون سووا كونسرت افتراضي وجيمين قاعد يتكلم عن قد إيش هو مرة مشتاق إنه يأدي على الستيج مع الأعضاء، وكيف إنه يبغى يشوف الأرمي ويسمع أصواتهم وزي كذا يعني ويقابلهم. فيوم الأرمي صرخوا هو تأثر مرة وبكى. فيعني جد يا جماعة مرة كيوت. Don't cry, don't cry. Don't cry, ma. 야 울어야 돼. 울어. 그래, 속상하게 울어. 울어, 울어 그냥. 이번 공연 준비하는데 고. الطفل الصغير من بوسان اللي اضطر انه يبعد عن مدينته واهله
اليوم هو عضو في أشهر فرقة في العالم. ما كان يؤمن بكلمة المستحيل وحاول وجاهد رغم الصعوبات إنه يوصل لأحلامه، واليوم حقق إنجازات فردية ما حد غيره قدر إنه يحققها. تعاونه مع مفضلة من صغره حقق نجاح باهر وتخطى حاجز 100 مليون مشاهدة. أول فنان كوري يتصدر قائمة بيلبورد هوت 100، الوجه الإعلاني لبراند ديور وتيفاني أند كو، والليستة تطول أكثر وأكثر. تذكروا أن كل شيء ذكرته ما هو إلا جزء من الصعوبات اللي عاشها جيمين، ومثل ما دايما أقول وما خفي أعظم. قدموا كل الحب والدعم لجيمين لأنه يستاهل. وبس جايز، يا رب يكون المقطع عجبكم. إذا عجبكم المقطع لا تنسوا أنكم تشتركوا بالقناة وتفعلوا جرس التنبيهات عشان يوصلكم جديدي أول بأول. ما أحكي لكم قديش هالمقطع تعبني في التصوير، حصلت معايا مشاكل بالهبل بالتصوير، صدق أقسم بالله. يعني على شوي كنت حكنسل المقطع من قوة ما أنه ارتفع ضغطي، لكن ربي ستر وما كنسلته، مع أني كنت كذا شويات وأكنسله والله العظيم من قوة ما أنه ارتفع ضغطي. إذا حبيتوا المقطع لا تنسوا أنكم تدعموني باللايك والشير، أنكم تشاركوا المقطع مع أصحابكم، مع زملائكم، مع أي أحد مرة راح يساعدني أني أنا أستمر في صناعة المحتوى. اكتبوا لي تحت يا جماعة هل في معلومة من المعلومات اللي ذكرتها ما كنتوا تعرفوها، وهل ألهمتكم قصة جيمين؟ اكتبوا لي تحت كل شيء يدور في بالكم. لا تنسوا أنكم تتابعوني على حساباتي بمواقع التواصل الاجتماعي وتشتركوا في قناتي الثانية اللي هي قناة الجيمينج. وبس، استودعتكم الله and I purple you. Bye.